الطريق الرابع من طريقة تحليل ثلاث الحدود Complete Square اللي هي طريقة إكمال المربع. شو هاي الطريقة؟ لما يكون عندك ثلاث الحدود بالطريق بالشكل هذا، طبعا حاط لك اللون الأحمر واحد، شرط طريقة Complete Square لازم يكون معامل X واحد. إذا ما كان معامل X واحد ما راح تزبط هاي الطريقة عليها. طيب شو هو إكمال المربع؟ أول إشي CS اللي هو عبارة عن الإكمال المربع، اللي هو عبارة عن نضيف ونطرح، اللي هو المقدار CS، ويسوي لنا البي تربيع، بس إيش؟ لما يكون مقسومة على اثنين، إذا بي على اثنين الكل تربيع. هدفنا بهاي الطريقة أنه CS هاي نضيفها ونطرحها، إذا يصير عندك X تربيع نفس العبارة التربيعية هاي ثلاث الحدود، بس انا ضفت وطرحت ايش؟ ضفت وطرحت اللي هو السي اس، ما تغير علينا اشي، وراح ينتج عنا العاملين اللي راح يطلع عندي ياهن بهذا الشكل. طيب عشان شو هذا الشكل؟ هذا الشكل صيغة عامة لطريقة الكومبليت سكوير. طب نجي نحل مباشرة على هاي الطريقة. اهم مقدار عندي بهاي الطريقة اللي هو هاي خطوتين، ويكون عندي معامل اكس تربيع اللي هو عبارة عن واحد. طيب نشوف اول مثال. اول مثال طبعا هو لازم يكون مجبرك انه يكون استخدم طريقة السكوير كومبليت سكوير، اكس تربيع ناقص 6x زائد 1. طيب اول اشي اشوف هل معامل اكس تربيع 1؟ نعم 1. ايوه هسه شو بدي اطلع انا؟ بدي اطلع السي اس، السي اس ويسوي لنا شو البي؟ سالب 6 على 2 الكل تربيع، سالب 6 على 2 اللي هو عبارة عن سالب 3 الكل تربيع، ويسوينا موجب 9. اذا ودي اضيف واطرح او اطرح واضيف، اضيف واطرح للمقدار ثلاث الحدود هذا، شو راح يصير عندي الناتج؟ راح يصير عندي اكس تربيع، قلنا الاضافه والطرح بعد الاكس، اكس تربيع ناقص 6 اكس، طلع عند السي اس هو عباره عن 9 اللي راح يطلع عندي زائد 9، خلص سكر القوس، وناقص 9 زائد 1، هذا لحال وهذا لحال. طيب شو يعني؟ يصير عندك اكس، هذا لو تلاحظ معي لو نحللها بالطرق القديمه الطرق السهله راح يطلع عندك اكس ناقص 3 باكس ناقص 3، صح؟ هذا لحال ناقص 9 زائد 8 راح يطلع عندك ناقص 8. شو استفيد من الاشي هذا؟ هلا استفيد من الاشي هذا، هذا راح اخليه مقدار واحد بس الكل تربيع. نشوف اكس ناقص 3 في نفسه راح يطلع عندك تربيع ناقص 8. تذكرت اشي؟ هذا مربع كامل وهذا ايش؟ مش مربع كامل. طب لو خليته زي هيك اكس ناقص 3 الكل تربيع ناقص جذر 8 الكل تربيع، هيك ما صار عندي فرق بين مربعين، هذا مربع كامل وهذا مربع كامل. نحل على طريقة فرق بين مربعين، راح يطلع عندي الاول بدون تربيع ناقص، الاول ناقص، فرق بين مربعين بيناتهم مشارك ناقص، الثاني بدون تربيع في الأول بدون تربيع زائد الثاني بدون تربيع، وهيك راح تطلع عندي القيمة التحليل للعوامل هاي. تقدر تجمع سالب 3 مع جذر 8 والسالب 3 مع جذر 8. نشوف راح يطلع عندك ناقص 3، ناقص 3 ناقص جذر 8 راح يطلع عندك أول مقدار هو سالب 5.8 x ناقص سالب 5 راح يطلع عندك قديش؟ عفوا اكس ناقص سالب 5.8 واكس ناقص 5 زائد جذر 8 ناقص 3 زائد جذر 8 زائد جذر 8 راح يطلع عندك سالب 0.2 ناقص 3 زائد جذر 8، نعم سالب 0.2. اذا هذا هو راح يكون عندي المقدار تحليل العبارة هاي. طب نشوف كمان مثال. المثال الثاني 4x ناقص x تربيع زائد 3. طيب كيف بدي احللها؟ بدي احللها على طريقة complete square. طيب x تربيع قديش؟ العبارة مخربطة، بدها ترتيب، كيف ارتبها؟ ناقص x تربيع مع اشارته زائد 4x زائد 3. طب انا قلت لك شغله على اساس ان نحل على الكومبليت سكوير، ما نحل على طريقه ثانيه. شو هي الشغله؟ ان يكون معامل x تربيع 1، صح؟ طيب لا مو صح، معامل x تربيع عن سالب 1، السالب 1 عن الواحد تختلف. طيب شو راح اعمل بالحاله هاي؟ هو بدك تسوي اخراج عامل مشترك. شو في شيء مشترك تطلعه من هان عشان يطلع عندك ايش؟ معامل x تربيع 1 اكيد السالب
واحد. طيب نجرب منين اطلع سالب واحد عامل مشترك؟ انتبه راح تطلع من المقدارين هذول بس، سالب اكس تربيع سالب 4x زائد 3. انا طلعت عامل مشترك بس من المقدارين هذول، ما طلعت من العبارة كاملة. طيب شو اسوي بعد هيك؟ بعد هيك بدي هسه اكس تربيع هان، بدك تطلع السي اس اللي هو ايش، شو بدك تضيف وتطرح للكمبليت سكوير. طيب بدنا نضيف ونطرح التالي، السي اس اللي هو عبارة عن بي، انتبه انا قاعد اشتغل هان فقط لا غير، ما اشتغل على العبارة كلها. طيب السي اس ويسوينا شو هي البي؟ سالب 4 على 2 سالب 2 الكل تربيع، ويسوينا موجب 4. اذا ودك تضيف وتطرح موجب 4، شو راح يصير عندك هان؟ العبارة هاي راح تنتقل، يصير عندك زي هيك، سالب x تربيع ناقص 4x قلنا نضيف ونطرح، طيب زائد 4 هي ضفنا وهي طرحنا زائد 3. مزبوط هيك؟ لا مو مزبوط، انت لما ضفت 4 هان وطرحت برا وطلعتها برا، انت هي وطلعتها لبرا القوس هذا لانه انت كان شغلك هان، بس انت لما حطيت موجب 4 وفكيت عن القوس كأنك ضربها بسالب، اذا راح يطلع عندك ايش؟ صح لما قلت انت طرحت 4 هان وطلعتها برا وكان في اشاره مضروب بسالب، كانك ضربها بسالب راح يطلع عندك موجب 4. اذا هاي عباره عن سالب 4 بس داخل القوس، بس خارج القوس شو في شيء مضروب بيها نضربه بيها. طب لو كان سالب 2 نضرب سالب 2. طيب يصير عندك العباره هاي، سالب هاي عباره عن ايش؟ سالب التحليل العباره هاي عباره عن x تربيع ناقص 4x زائد 4. طيب نجمع الرقمين هذول، زائد 4 زائد 3 راح يطلع عندك زائد 7. طيب شو بعدين؟ بعدين ارتبها بما انه هاي 7 وهان سالب، ارتبها 7 ناقص دائما العدد الموجب اول اشي، ناقص x تربيع هاي شو تحليلها؟ x ناقص 2 ضرب x ناقص 2، يصير عندك x ناقص 2 تربيع، صار عندي مربع كامل هان، اجباري عشان احلها راح اخلي الثاني مربع كامل. وشو تحليل هاي العبارة؟ الأول بدون تربيع ناقص الثاني بدون تربيع، حط بين قوسين جذر السبعة الأول بدون تربيع زائد x ناقص 2. وهيك خلصنا، هاي تحسبها على الآلة الحاسبة لحالك. انتبه هان لما نفوت السالب يصير سالب x زائد 2، وهان جذر السبعة، هان زائد x ما راح تأثر على العددين هذول. طيب نشوف كمان مثال، 2x تربيع زائد 4x. طيب عشان نحلل عن طريقة إكمال مربع لازم معامل x واحد، شو بدي أساوي؟ ها شايف ما بي طرف ثالث، عادي كأنه الطرف الثالث صفر. طيب عشان أحل إكمال مربع لازم نخلي معامل x تربيع واحد، نطلع 2 يصير عندك x تربيع، صار عندي معامل x تربيع واحد، أي نعم صار عندي معامل x تربيع واحد، زائد طلعت من الأربعة 2 2x. طيب شو كمان؟ خلص على إكمال المربع هسه بطلع السي اس، شو هي البي؟ 2 على 2 واحد تربيع يسوينا واحد، ودك تضيف وتطرح ايش؟ العدد واحد، بس وين بدك تضيف وتطرح؟ داخل القوس، شو بعدد؟ ودك تطلع خارج القوس، شو بعدد مضروب بالقوس؟ ودك تطلعه مع القوس العدد اللي بده يطلع برا، اذا 2 في اكس تربيع زائد 2x زائد 1 ناقص 1، ما سويت اشي تمام؟ ايوه. طب انت طلعت اشي؟ لا بعدني ما طلعت، هسه بدي اثبت لك. نشوف هسه 2 في اكس تربيع زائد 2x زائد 1، ها بدي اطلع ايش؟ زائد واحد ناقص واحد كان ولا سويت اشي. طيب بدي اطلع العدد السالب واحد برا، شو بدي اسوي؟ شو بي اشي مضروب خارج القوس بدي اطلعه؟ سالب واحد في اثنين راح يطلع عندك سالب اثنين، خلص انت هيك طلعت السالب واحد برا، بطل في اشي اسمه سالب واحد، هيو طلع هو عبارة عن اثنين. طيب شو بي كمان اشي اسوي؟ طيب هسا نشوف اثنين شو تحليل العبارة هاي، عدان حاس ضربهما واحد ومجموعهما اثنين، اكيد اكس ناقص واحد زائد واحد، عفوا في x زائد واحد يصير عندك تربيع، طيب ناقص اثنين، هيك صار عندي مربع كامل، تقريبا مربع كامل. كيف بدي اخلي هذا المقدار مربع كامل وكيف راح اخلي المقدار هذا مربع كامل؟ يصير عندك جذر اثنين في x زائد واحد الكل تربيع، لما وزع التربيع راح يصير عندك نفس المقدار هذا ناقص جذر اثنين الكل تربيع. طبعا هذا فرق بين مربعين، يصير عندك جذر اثنين الأول بدون تربيع ناقص الثاني بدون تربيع في جذر 2 في x زائد 1 زائد ثاني بدون تربيع، وهاي تحسبوها كمان على الآلة الحاسبة، فدخل وإيش
وتحل وتحسب على الآلة الحاسبة. طيب نشوف كمان مثال على الكلام هذا. مثال رقم 4، 3x تربيع زائد 4x ناقص 15. طيب كيف بدي أساوي؟ بدي أطلع إيش؟ عامل مشترك. شو العامل المشترك؟ إذا قال لك حل على طريقة الكومبليت سكوير، مهما كان العامل المشترك يقسم ولا ما يقسم، بدك تطلع معامل إكس تربيع كاملا وليس ناقص منه إشي. طيب طلع الثلاثة من إيش؟ أكيد من أول حدين قلنا نطلع العامل المشترك. طيب طلع الثلاثة إكس تربيع زائد، طب شو كيف بدي أطلع أنا؟ إذا تطلع رقم ما يقسم على الرقم الثاني فإنه 4، شو الرقم اللي طلعته؟ على عليه. تمام، ان طلعت هان 5 يصير عندك 4 5، طلعت 10 4 على 10 كذلك الامر. طيب اكس ناقص 15 ما لعبت بيها. طب كيف بدي احل هسه؟ اكمل على طريقه اكمال المربع. على طريقه اكمال المربع نشوف هسه، نطلع السي اس. شو هي البي؟ 4 3. طيب شو هي السي اس اللي هو عشان اضيفه واطرحه؟ سالب ناقص بي اللي هو شو اشارته؟ 4 على 3 على 2 الكل تربيع. كيف بدي احسب هذا الرقم؟ عشان احسب هذا الرقم على 1 نطلعه فوق يصير عندك 4 على قديش؟ 3 ب 2 6 الكل تربيع. طيب لما اربع هذا الرقم راح يطلع لك عندك الجواب 4 على 9 بعد الاختصارات، 4 على 9 16 على 36 يسوي لنا 4 على 9. اذا هذا بدي اضيفه واطرحه وين؟ داخل القوس. اذا يصير عندك العباره كالتالي، 3 اكس تربيع زائد 4 على 3 اكس، ها بدي اضيف واطرح، ضفت قديش؟ 4 على 9، ودي اطرح كمان 4 على 9 بعديها مباشره، ناقص المقدار 15. طيب اذا طلع اي رقم من هان بدي اشوف شو العامل المشترك اللي خارج القوس. طيب يصير عندك ايش؟ 3 اكس تربيع زائد 4 على 3 اكس زائد 4 على 9، شو بدي اطلع؟ ناقص 4 على 9 ب 3، راح يطلع عندك لما ايش تضربها بهاي الرقم راح يطلع عندك ناقص 4 على 3. تمام، بعد ما احنا ضربنا الرقم هذا ابهر. طيب ناقص 15، شو كمان بدي اسوي؟ هاي الطريقة، هاي راح احلها على المميز. تمام، هذا الحكي هذا الحل اذا جبرني احل على طريقة اكمال المربع، راح احل على المميز وبالتالي راح تحلوها انتو لحالكم، بس الجواب النهائي راح يطلع عندك جذر 3 اكس زائد 2 على 3 ناقص جذر 40 49 على 3 في جذر 3 في x زائد 2 على 3 زائد جذر 94 على 3. اذا هذا هو الجواب النهائي. هذه الطريقه هي استخدمها لقدام بالتكاملات والنهايات، بس اذا في حاله انه اجبرني او الزمني بس سؤال كاتب لي استخدم طريقه اكمال المربع، والطريقه اللي تحبوها امشوا عليها.